ضمن مساحتنا الطبية فرحة، ورح نحكي فيها عن موضوع كتير بيعانوا منه السيدات أو بيخافوا منه، يعني بيستنفروا، هو الورم الليفي. يعني هذا المرض هيك مجرد كلمة ورم رعب رعب بتصير تماما. بدنا نعرف اليوم مع ضيفنا يا ترى عن جد لازم نخاف لهي الدرجة، ولا هو ممكن يكون مرض طبي أو صحي وله علاجات والأمور بسيط ما بده كل هذا التهويل؟ كثير من الاستفسارات اليوم رح نطرحها على الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك يا دكتور. يا صباح أهلا وسهلا فيك. هلا صباح الخير دكتور مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. مثل ما قلنا، مجرد ما نقول ورم فهي حالة رعب، خلينا نقول بين الصبايا. أول شيء، شو هو الورم الليفي؟ شو مدى خطورته؟ سيدتي لك، رح نبدا من مقدمتكم انه رعب كلمه ورم. تعي نبسطها للقصه، انه هو بس يعني بنسميه ورم لانه دعبوله، اوكي؟ دويره غالبا بيكون هيك دويره. بالمناسبه هو الحمد لله هو من الافات السليمه او الامراض، مشان كلمه افه ما نخاف منها، الامراض السليمه بالمطلق يعني اكثر من 99%. فمن هي الناحيه هو مرض ما بخوف. هلا نحن خلينا نرجع لشغلة مهمة كتير. نحن بنعرف انه في شيء اسمه الرحم عند الانثى سواء بنت او سيدة. نعم. ارجو الانتباه لهالنقطة، بنت او سيدة متزوجة، انه اللي عنا بنسميه الرحم. هلا الرحم هو مؤلف من 3 طبقات. المهم بالموضوع هي الطبقة المتوسطة اللي هي اسمها العضلة الرحمية. حتى في كتير تعابير طبية بتقول التعبير بتسمي الرحم العضلة الرحمية. اذا هو عبارة عن تشكل نسجي دعبولة مثل ما حكينا سليمة، بتنشأ من هالألياف العضلية اللي هي أساس بنية وتشكيل الرحم أو العضلة الرحمية. فإذا هو من هي الناحية هو مرض سليم، تمام؟ هلأ إمتى منقول نعتبره خطير؟ هلأ بدنا يمرق معنا طيف الأعراض. طيب كيف نقول نعتبره خطير؟ إذا بدي أقول مثلا أنه بيعمل فئر دم، طيب نرجع للأعراض. هلا منلاقي طيف الاعراض جدا واسع، بين انه وحده بتقول لك صارت دورتي الشهريه كانت 5-6 ايام صارت 10-12 يوم، وحده مريضه ثانيه وبرجع بقول بنت او سيده ارجو الانتباه، ممكن تجي تقول لك انه انا صار كل الشهر ما بعرف حالي امتى دورتي وامتى بنضف. طيب صار عم ينزل مني شقف او كتل كبيره، خثرات تجلطات كبيره. هلا هون صرنا فتنا بالمحظور، بمعنى انه كان وصلنا لحالات انيميا، فقر دم شديد، بقى صرنا بأعراض فقر الدم اللي هي الطنين والدوخة والتعب والإرهاق الشديد، تسرع القلب بلا بلا بلا، وعلى المدى الطويل كمان ممكن يعمل ضخامة عضلة قلبية، يعني أمراض قلبية حقيقية عضوية. هلا من هي الناحية صرنا بنعتبره إيه؟ فعلا مرض خطر. يعني لا يمكن نحن ببلادنا بسبب بعض المخاوف الشخصية من إنه أنا روح لعند دكتور وإلي معي كليف وبدي جراحة، وهي منوضحة هلا إمتى بنلجأ للجراحة وإمتى ما بنلجأ. اوكي، انه بسبب بعض المخاوف، او اذا بنوتي عم يكبر بطنها بس لانه بمجتمع محافظ شوي وهيك انه ما بصير تروح لعند دكتور، وهي كل ما يوصل خضابه بتجي لعنا على عياده خضابه 4 أو 5، هو الطبيعي 12. لا يمكن القبول بمثل هيك حاله. نعم. طيب هلا نرجع كمان نكمل طيف الاعراض. قلنا اكثر شيء بنشوف عنا النزوف، اضطرابات الدوره الشهريه، مع العلم انه نسبه انتشار الاورام اللي فيه، انه اذا نحن هلا في عنا 10 بنات وسيدات موجودين معنا بالاستوديو، قد يكون 4 ل5 منهم عندهم اورام ليفيه. كثير كبيره النسبه، نسبه عاليه جدا. ولكن اللي يشتكوا من الاعراض هن وحده او وحده ونص من هال4 أو ال5 هدول اللي يشتكوا من اعراض. هلا طيف الاعراض المرافق اللي ممكن يكون اذا مثلا ورم ليفي على جدار الرحم الامامي، ممكن يكون طيف الاعراض هون طيف الاعراض بولي غالبا، لانه بيعمل ضغط على المثانه، وحده بتشرب شويه سوائل ما بقى تلحق تفوت على التواليت لتعمل بيبي، بتعطس عطسه قويه او حمله ثقيله او سعره بكون هرب بول منها. طيب اذا مثلا موجود على الجدار الخلفي للرحم بنلاقي الاعراض هضميه، امساك، ازعاج شديد. اوقات بنلاقي فقط الاعراض اللي بتشتكي منها انه هي بس عباره عن احساس مبهم بالضغط وبالتقل وبالتخمه موجود باسفل البطن. طيب بنشوف من الاعراض جدا هامه عند السيدات يلي هي عسرة العلاقة الزوجية، في ألم أثناء العلاقة ما عم تلاقي له مبرر،
تمام، بنلاقي لاحظي انه طيف الاعراض جدا جدا مختلف. هذا ممكن يرتبط، ممكن يخطر للسيد انه يكون مشكله بالرحم، انصابه امساك، انصابه اي مشكله من هذول، ممكن تفكر لولا لحظه انه ممكن السبب يكون هو بالرحم. بشكرك على السؤال سيدتي، لانه ممكن جزء من الاورام اللي فيه يكتشف عرضا عند اختصاص زميل باختصاص اخر. يعني مثل ما قلتي عندها اعراض بوليه، راحت لعند دكتور البوليه عمل لها ايكو، لا ورم ليفي بحوله للنسائية. يعني ممكن يكون بمعنى من المعاني الورم الليفي لا عرضي نسائيا. وهون فرصتنا انه نحن نقدر نتعامل مع المرحله مع القصه هي والافه بمراحلها المبكره. فاذا طيف الاعراض الواسع هو اللي بخلي نقطه جوهريه نقولها انا وياكم على طول، انه لاي بنت واي سيده كل ست شهور تراجع طبيبه مره. لو ما في اي اعراض، كل بنت وكل سيدة لو ما في أعراض تراجع طبيبك كل ست شهور مرة. دكتور رح لك هيك شوية مقولات أو نحن نسميها متداولة عند البنات، وأنت إذا بتقلي إذا صح ولا لا. الورم اللي فيه ممكن يتحول لشيء خبيث لا سمح الله. أبدا ما بيتحول. انسوا الموضوع. طيب هي شائعة كثير عند الأشخاص. وهذا اللي بخوفهم من جاية لعند الطبيب أحيانا. الورم اللي فيه ممكن يسبب العقم أو يسبب تأخر الحمل. هون سؤالك مهم جدا. هذا يرتبط، هذا يرتبط بمكان أو توضع الورم الليفي بالرحم وبحجمه. بمعنى إذا ورم ليفي قريب لبطانة الرحم، يعني الجزء الداخلي من الرحم، هذا ممكن يؤدي أنه يصير في عنا عقم، لأنه البويضة الملقحة ما بتقدر تجي تلاقي بطانة رحم إسفنجية سهلة التعشيش أنه تحفر فيها وتعشش ويكتمل الحمل، معنا يعني يتطور الحمل، بتلاقي ليف أو ورم ليفي. الورم الليفي غالبا بيكون صلب أو قاسي، مو مثل البطانة الإسفنجية الهشة المطلوبة لعملية التعشيش، فهو ممكن يسبب عقم. أو إذا كان متواجد ضمن الرحم أو على العضلة الرحمية ولكن قريب للبوقين لأنبوبين فالو، فبيمنع وصول أو تلاقي النطفة مع البويضة. أي بهي الناحية ممكن يسبب عقم. أو ببعض الحالات إذا كان ورم ليفي موجود على عضلة الرحم ولكن مفايت لجوات البطانة، ولكن ورم ليفي كبير، منلاقي ممكن يصير حمل بس ما بيقدر يكمل لمراحل متقدمة، لأنه الليف ما بيخلي الرحم يتمدد مع كبر الحمل، إنه الجنين ما بيقدر يخليه يتمدد براحته، فلذلك بيصير بيئة غير مناسبة للجنين وبيرمي بالنهاية. إذا من ناحية ارتباطه بالعقم، نعم في ارتباط شديد بالعقم. دكتور دائما بدنا نحن الشيء اللي بيريح السيدة، لازم نحكي كعلاج من ناحية الورم الليفي ما بدنا يسبب هذا العقم، هل له علاج بهي الحالات اللي حكينا عنها انه ممكن تسبب هي عقم او عدم اكتمال الجنين والاسقاطات المتكررة؟ نعم. اللي ممكن اوقات السيدة ما تعرف شو السبب، يصير في اسقاطات متكررة في حال ما كان له اي مشكلة، بس هي يمكن التفاصيل اللي حكينا عنها من امساك، من اضطرابات الدورة الشهرية، هي القصص هي. خلينا نحكي عن هي العلاج، امتى بيكون العلاج دوائي وامتى بنلجأ للجراحة؟ سيدتي بسمحوا لي وضح نقطة هامة جدا وعم نسمعها بشكل شبه يومي بعياداتنا. طبعا. يعني مثلا آخر مريضة بالعيادة بتقول لي دكتور أعطيني الأكلات، لأنه هيك سمعها هي، يعني عندها معلومة أو حدا قايل إياها إنه أعطيني الأكلات اللي بيمنع يتشكل الورم اللي فيه بعد ما أشلي هذا اللي موجود عندي. إن هلا منشلك اللي عندك ونحكي بالأكلات بعدين، بس لحتى نهديها نطمنها. بمعنى إنه ما في هيك شيء إنه ممتنعي عن هذا الأكل ما بصير عندك ورم ليفي. تمام؟ أوكي. النقطة هي مثال. النقطة الثانية من ناحية العلاج الدوائي، أرجو الدقة والانتباه، لا يوجد علاج دوائي بيدوب الورم الليفي أو بيروحه للليف، نيفر أبدا ما في. ولكن توجد عنا بعض الأدوية العلاجات يلي تخفف من الأعراض، بمعنى آخر بنسميها بروفيلاتيف، يعني ملطفه للاعراض فقط لا غير. ممكن يضل يرافق هذا الورم اللي فيه، وياما في منهم من دون اعراض ويكتشف صدفه بعدين بعد طول العمر انه في عنده ورم ليفي. فلذلك انه له نطمنوا بهي القصه. بفقلنا دكتور دائما. لا ان شاء الله لا، انه الامور منيحه بس بالانتباه. اذا انه في ادويه تدوب الورم الليفي، لانه كثير هذا السؤال بنسمعه، دكتور اخذت دواء وقالت لي دكتورتي او دكتوري انه راح الليف اللي عندك. تمام. من اللي يعني اللي كان عندك معناته ما انه ليف. بكل بساطة خطأ بالتشخيص أو أنت فهمانة غلط.
دواء يروح الورم اللي فيه دوبه ما في نهائيا. أدوية تساعد بتلطيف الأعراض، نعم عنا طيف بيساعدنا بتلطيف الأعراض لغاية ما نحسم أمرنا إنه نلجأ للجراحة ولا فقط للمراقبة. طبعا هلا لما بنجي بنشوف وحده عندها نزوف وافات كتليه وخثريه وا وا وا، لا هذا حكما صرنا نعطي شيء ملطف لنهدي الحاله، نعمل استابيليتي بالحاله عندها، تصير جاهزه للجراحه ومدخلها على الجراحه بعدين. اما غير هيك ادويه ما في على الاطلاق الدواء بالورم اللي فيه. نعم دكتور، مع شيوع هذا المرض واليوم حضرتك طمنتنا ما لازم بقى نخاف منه، الورم اللي فيه كان مثل كابوس او هاجس عند كثير من السيدات المتزوجات او غير المتزوجات، فبكلامك اكيد ريحتنا اليوم. بدنا نشكرك دائما لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمه اللي بتقدمها. اهلا وسهلا، كل الشكر لك دكتور، شكرا لك.